بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. الفيتامين دي أو الذي يسمى في هذا البلد بالفيتامين دال، مادة بالغة الأهمية في جسم الإنسان. هناك اختلاف بين العلماء بأن هذه المادة هي بالفعل فيتامين أو لا مادة أخرى. أيا كان، هذه المادة لها مصادر طبيعية. من أهم المصادر الطبيعية للفيتامين دي التعرض لأشعة الشمس. أشعة الشمس فيها فيتامين دي؟ احتمال. احتمال آخر أنه لا، أشعة الشمس لا تحتوي على هذه المادة، إنما الجسم الذي يتعرض لأشعة الشمس يتمكن أن يبدل، أن يستخلص من المواد الموجودة فيه من الكوليسترول وغيره، يستخلص هذه المادة الفيتامين دي. أيا كان، إجمالا التعرض لأشعة الشمس من الأمور الطبيعية التي تسبب جذب هذه المادة بالمقدار الكافي بالكمية الطبيعية إلى الجسم. اللطيف في الأمر يقولون أنه لا فرق بين أن يتعرض الإنسان بشاطر كبير من جسمه لأشعة الشمس أو يتعرض بجزء صغير من جسمه، لا فرق. يعني أنت تعرض نصف جسمك لأشعة الشمس أو تعرض إصبعا واحدا لأشعة الشمس، لا فرق. الجسم من أي جزء يتعرض لأشعة الشمس يجذب تلك المادة التي هي إما الفيتامين دي أو المادة التي تهيئ الجسم لتبديل ما فيه إلى الفيتامين دي. عرض إصبعك، عرض جزءا يسيرا من رجلك إلى أشعة الشمس، طبعا بشروطه في أوقات محددة كما يذكرون، الجسم يجذب من أي منطقة. نموذج آخر، مادة أخرى تستعمل كثيرا، بل لعلي أقول كثيرا جدا، في الأدوية في الطب الحديث. هذه المادة هي الكورتيزون. الكورتيزون أيضا
حسب بعض التجارب مثلها مثل الفيتامين دي في هذه القضية في هذه الزاوية لأي سبب من الأسباب جسم شخص يحتاج أن يعالج بالكورتيزون. المهم أن يدخل شيء من هذه المادة، كمية معينة من هذه المادة إلى الجسم. مثلا بعض الأمراض الجلدية تعالج بالكورتيزون، جزء العلاج إجمالا. المشكلة أين؟ المشكلة في جزء في رجل الإنسان مثلا. أنت تجعل هذه المادة بواسطة كريمات مثلا، تدخل هذه المادة إلى الجسم في إصبعك، رجلك تتأثر. يعني أي جزء من أجزاء الجسم دخل فيه شيء من هذه المادة كل الجسم يمتص. إذا كانت النسبة كافية يعالج ذلك الشيء، تلك المشكلة. طبعا بعض المتخصصين ينكرون ذلك، ولكن هذا بالتجربة، أقول ثبت بالتجربة أن الجسم يمتص هذه المادة من أي منطقة. نموذج ثالث في وادي آخر لعله إلى حد ما، الاستبراد، استبراد الجسم، نسميه نزلة برد، نسميه أي تسمية. الجسم أحيانا يأخذ شيئا من البرد. إحدى العلاجات على الأصح، أو على أقل التقادير إحدى الأمور التي تخفف آثار نزلة البرد، آثار استبراد الجسم، أن تعرض أي جزء من أجزاء جسمك للحرارة الشديدة. الجسم مبتلى بهذه المشكلة، هذا العرض، آلام، حالة استبراد، أن تعرض إصبعا واحدا من أصابعك لحرارة شديدة، اجعل إصبعك على حديدة محماة مثلا بمقدار ثانية، بمقدار نصف ثانية، أو حديدة حارة بمقدار 5 ثواني مثلا من يدك، من إصبعك، هذه الحرارة تنتقل إلى كل الجسم، هذه تؤثر في تخفيف الاستبراد في كل الجسم. هذا أيضا ما يؤكده بعض الأطباء القدامى، وثبت أيضا بالتجربة أو بالتجارب. هذه نماذج بالضبط مثل هذه النماذج في هذه الزاوية، في هذا البعد منها. الأعمال التي يعملها الإنسان تترك آثاراً. سواء الأعمال الصالحة أم الأعمال الطالحة، الآثار التي تتركها أعمال الإنسان الصالحة أو الطالحة مثل هذه النماذج، بل أشد من هذه النماذج، بل أقوى من هذه النماذج. آثار الأعمال الصالحة أو الطالحة على من؟ على الشخص نفسه. على الشخص نفسه في أي بعد؟ أولا، ثانيا، ثالثا. أولا، تأثير أعمالنا على أرواحنا، هذا شيء لا يرتبط بعمل أو عملين، لا يرتبط بكثير من أعمالنا، بل هذا شيء يرتبط بجميع أعمالنا الصالحة والطالحة من دون أي استثناء. أي عمل صالح،
أي عمل والعياذ بالله طالح يترك أثرا على روح الشخص نفسه قطعا أو يترك آثارا، على أقل التقادير أثر من دون استثناء. أي عمل كم هي آثار الأعمال الصالحة أو الطالحة على روح الشخص؟ أصلاً غير قابلة للإحصاء، يعني المذكور في الرواية الشريفة لعله عشرات الآلاف من الآثار، الرواية الشريفة التي بأيدينا، لو اجتمع عشرات من المحققين عشرات السنوات لما تمكنوا أن يحصوا، أن يستقرؤوا استقراء تاما إحصائية تامة لكل الآثار التي تكون لأعمال الإنسان على روحه. هذا أصلا شيء خارج عن الإحصاء. ما من عمل صالح، ما من عمل طالح إلا ويترك أثرا أو آثارا على روح الإنسان. بل أحيانا الشخص من دون قاصد، من دون إرادة، يتعرض لعمل صالح، هذا العمل الصالح يترك آثارا على روحه من دون قاصد أصلا. الروايات الشريفة، إطلاقات الروايات الشريفة تدل على أن الطفل الرضيع الذي يؤخذ لزيارة سيد الشهداء، الطفل الرضيع ليس باختياره يؤخذ ولا يذهب، ليس بقصد يذهب، يؤخذ. زيارة المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام تترك آثار على روح الطفل الرضيع. يعني حتى الأمور التي تحتاج، أمور عبادية تحتاج إلى قصد، تحتاج إلى نية، حتى الأمور التي تحتاج إلى قصد ونية أحيانا هذه الأعمال تترك آثارا على روح الشخص من دون قصد ونية. الروح عجيبة، سريعة التأثر جدا، أسرع شيء تأثرا في كيان الإنسان روحه، وأكثر شيء تأثرا في كيان الإنسان روحه، أسرع وأكثر، أكثر تأثرا. أحيانا أصلا بعض الأشياء ليست أشياء سيئة ولكن تترك آثارا سيئة على روح الإنسان. ممكن؟ نعم. الجنابة ما هي؟ شخص يعمل عملا محللا، هذا العمل المحلل يترك أثرا. ما هي الجنابة؟ الجنابة على الأصح أثر في روح الإنسان. ما هو الشيء الذي يحتاج إلى الاغتسال حتى يذهب؟ هذا الأثر على الأصح، هناك بحث طبعا، على الأصح هذا أثر على روح الإنسان. عمل مباح، عمل ليس محرما حلال، يترك أثرا سيئا، هذا الأثر يلزم أن يزال بالاغتسال. روح الإنسان هكذا، سريعة التأثر وكثيرة التأثر. ناهيك عن الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، أولا تأثير أعمالنا على أرواحنا، ثانيا تأثير أعمالنا على نفوسنا. النفس ليست مثل الروح، ليست متأثرة بالأعمال كتأثر الروح، تأثر الروح أشد، أسرع وأكثر، النفس أقل وأبطأ، ولكن النفس أيضا تتأثر. تأثير الأعمال الصالحة، تأثير الأعمال السيئة على النفس. لعلي أقول ليست كل الأعمال الصالحة، ليست كل الأعمال السيئة تؤثر على النفس، ولكن كثير من الأعمال الصالحة والأعمال السيئة تؤثر، ليست مثل الروح. الروح كل الأعمال الصالحة والسيئة تؤثر على الروح، أما النفس لا، تأثير الأعمال على النفس لعلي أقول كثير أو أكثر،
أكثر الأعمال أو كثير من الأعمال تؤثر على نفس الشخص أثرا إيجابيا أو أثرا سلبيا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أثر على النفس. البغضاء من آثار الخمر، من الآثار السيئة لشرب الخمر، آثار على نفس الإنسان، إيجاد البغضاء، إيجاد العداوة في النفس، أثر النفسي هذا. في المقابل هناك أعمال صالحة تترك آثارا إيجابية، توجد الألفة، توجد الرأفة، توجد الرحمة في النفس، من جملتها صلة الرحم. صلة الرحم من آثارها إيجاد الرأفة، إيجاد الرحمة في القلب، أثر نفسي هذا. الرأفة في القلب شيء نفسي. ثانيا تأثير الأعمال الصالحة والطالحة على نفس الشخص. ثالثا تأثير الأعمال الصالحة أو الطالحة على جسم الشخص، هذا أقل من التأثير على النفس ومن التأثير على الروح. كثير لعله من الأعمال أو على الأقل شاطر من الأعمال الصالحة، من الأعمال الطالحة تؤثر على أجسامنا. ذكرنا مثال الخمر ومثال صلاة الرحم، نفس المثال طبقوها على الآثار الجسمانية. الخمر أجلكم الله جميعا تترك آثارا سيئة على جسم الإنسان، أليس كذلك؟ كم من الأمراض توجدها الخمر، شرب الخمر يعني، آثار على صحة الإنسان كثيرة. هذه آثار جسمانية. لهذا العمل الطالح العمل السيء. ذكرنا في المقابل في الآثار النفسية صلة الرحم، صلة الرحم لها آثار على جسم الإنسان أيضا، أليس في الرواية الشريفة أن صلة الرحم تبعد الأمراض، تبعد الأعراض، تبعد الموت، تؤخر الموت، أليس كذلك؟ هذه آثار جسمانية بعد. هذه شنو، آثار روحية؟ آثار نفسية لا، تبعد الأمراض، تبعد الأخطار، هذه آثار جسمانية. أحد كبار مراجع التقليد أدام الله ظله الشريف قبل سنوات تعرض في ليلة واحدة لجلطة في القلب، جلطة شديدة، وتلتها أيضا جلطة ثانية في نفس تلك الليلة في القلب، وتلتها بعد سويعات في تلك الليلة جلطة ثالثة، ثلاث جلطات شديدة في ليلة واحدة. أصيب بسبب حالات في الشريان، شريان القلب أو الشرايين أكثر من شريان. نقل إلى المستشفى، أكدوا الأطباء أن هذه الجلطات كانت شديدة جدا، في الوضع الطبيعي هكذا جلطة ينبغي أن تنهي حياة الشخص. بعد أيام لعله أو أيام قلائل، أحد شخص من أقاربه رأى في عالم الرؤيا شخصا آخر، ذاك يقول لا تخافوا على فلان، ذاك المرجع، فإنه قد وصل ثلاثة من أرحامه في يوم واحد. نقلت هذه الرؤيا لهذا المرجع، فكر قليلا قال بالفعل أنا في نهار تلك الليلة التي أصبت بهذه الجلطات المتتالية، في نهار تلك الليلة وصلت ثلاثة من أرحامي، يعني كلام صحيح، رؤيا صادقة يعني. لكن الشخص ما كان يعرف هذه القضية، تبين أن الرؤيا صادقة. هذه الرؤيا أو غير هذه الرؤيا، صلة الرحم من آثارها تأخير موت الإنسان، هذه من الآثار المذكورة بصراحة في الرواية الشريفة، تأخير الأجل، تأخير أو إزالة مشاكل، تضعيف مشاكل، هذه آثار جسمانية هذه على جسم الإنسان. أعمالنا الصالحة أو الطالحة تؤثر
علينا، على أرواحنا، على نفوسنا، على أجسامنا. أثر أعمالنا يقتصر على هذا الحد؟ لا، أعمالنا لها آثار على الآخرين، ليست فقط على الشخص نفسه. آثار أعمالنا على أهل بلدنا، آثار أعمالنا على أصدقائنا، آثار أعمالنا على أقربائنا، آثار أعمالنا على نسلنا. آثار تكوينية، آثار شرعية، وهذا عجيب. آثار اجتماعية، آثار تكوينية لأعمالنا. أذكر أكبر أثر تكويني سيء لبعض الأعمال، أو من أكبر الآثار السيئة، ذنوبنا تؤثر في تأخير ظهور الإمام أرواح العالمين فداه أم لا؟ تؤثر أم لا؟ أثرت تكوينا على شيء هو من أهم الأشياء، تأخير ظهور المولى أرواح العالمين له الفداء كم هو سيء. سيء على من؟ سيء على كل البشر، سيء على كل الحيوانات، سيء على كل الجن، سيء على الجمادات. أعمالنا السيئة تترك آثار؟ نعم تترك آثارا سيئة، ليس فقط علينا، على الآخرين. والعياذ بالله تعالى، آثار أعمالنا خصوصا الأعمال السيئة، الآثار الشرعية لأعمالنا، لا أريد أن أذكر بعض النماذج، نماذج ليست لطيفة، موجودة آثار شرعية لأعمالنا على الآخرين. آثار اجتماعية لأعمالنا على الآخرين، هذا واضح جدا. شخص من بلد يرتكب جريمة في بلد آخر، يقال أهل البلد الفلاني، يعمم من قبل الناس، هذه آثار سيئة اجتماعية. شخص من عائلة معينة يعمل عملا سيئا أو يعمل عملا صالحا عظيما، كل عائلته، كل عشيرته يستفيدون أو يتضررون اجتماعية. ناهيك عن تأثير أعمالنا على نسلنا اجتماعيا. شخص كريم النفس ينظر إلى نسله بأنهم كرام حتى لو لم يكونوا كرام، نظرة اجتماعية. شخص أجلكم الله جميعا لئيم، ينظر لأبنائه على أنهم لؤماء وإن لم يكونوا لؤماء، آثار، يتضرر. الشخص اللئيم ابنه يتضرر بسبب سمعة سيئة لأبيه، الشخص الكريم ابنه ينتفع من سمعة أبيه الحسنة. جاهدوا تورثوا أبناءكم عزة، المجاهد ابنه يرث عزة. الشخص الشجاع أبناؤه تصبح لهم شيء من الحصانة، الناس لا يعتدون عليهم، هذا ابن فلان وأبوه إنسان شجاع. والآثار الكثيرة، كل هذا الكلام أريد أن أقول جملة واحدة فقط، حتى نكون دقيقين في أعمالنا. القضية ليست من دون ضوابط هوسة، لا، كل عمل يترك آثارا. في فورة الغضب أصرخ على ابني الصغير صراخ غير مبرر شرعا، هذا يترك آثارا، يترك آثارا على روحي حتما، حتما ويقينا، يترك آثارا على النفس في كثير من الأحيان، يترك أحيانا آثارا على الجسم، يترك آثارا على الآخرين، على نفسه، على من حوله، على من يسمع. أطيع الله سبحانه وتعالى آثار إيجابية،
أعصى الله والعياذ بالله أحيانا العصيان يكون لأجل الآخرين، وهذا من أسوأ أنواع العصيان، لا لرغبة الشخص في العصيان. الشخص إذا رغب في العصيان هذا شيء سيء، فكيف إذا عصى الإنسان الله سبحانه وتعالى لأجل الحاكم، لأجل صاحبه، لأجل زوجته، لأجل فلان؟ هذا من أسوأ أنواع عصيان الله سبحانه وتعالى. هذا العصيان لا يترك آثارا، يترك آثارا على الشخص نفسه، يترك آثارا على الآخرين. أنقل لكم هذه القضية، قضية مفصلة، أنا لا أتذكر تفاصيل أصلا القضية، بعض جوانب هذه القضية أتذكرها، قضية مفصلة مشهورة. أحد العلماء العباد كان عالما عابدا، كان يذهب إلى حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قبل أذان الفجر بساعة ساعتين أكثر أقل. خلف الباب، في تلك الأيام كانوا يغلقون الأبواب، قضية قديمة، خلف الباب كان يقف ويصلي صلاة الليل إلى أذان الفجر. قبيل أذان الفجر كانوا يفتحون الأبواب، يدخل إلى الحرم الشريف ويصلي صلاة الصبح، صلاة الفجر في حرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. هذا كان دأبه خلال أكثر من 30 سنة، كل ليلة هذا عمله، يذهب هناك يصلي صلاة الليل خلف باب الصحن الشريف في الثلوج، أحيانا تعلمون في مشهد، أحيانا في الشتاء تنزل ثلوج، في الثلوج، في البرد، في الحار، في كل ليلة يذهب ويصلي صلاة الفجر داخل الحرم الشريف، ثم يذهب إلى أعماله واجباته. بعد لعله أكثر من 40 سنة على ما أتذكر، أو أكثر من 30 سنة، أصيب بمرض عضال، سقط في الفراش يوم يومين، إلى الأسوأ إلى الأسوأ، إلى أن أصبح لا يتمكن أن يتحرك، أصغر تحرك كان بالنسبة إليه صعبا. نقلوها إلى مستشفى، أنا هذه المستشفى رأيتها قبل سنوات، هدموها، مستشفى قريبة من الحرم الشريف. بقي في المستشفى شهرين وشهرين لعله، وثلاثة أشهر على ما ببالي. في يوم من الأيام، طبعا ممدد على السرير، لا يتمكن أن ينزل من السرير، لا يتمكن أن يتحرك، وهو ممدد على السرير، الشباك كان مفتوحا مطلا على قبة الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فما كان أحد في الغرفة، هو وحده، نظر رأى القبة الشريفة، صار يخاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا ابن رسول الله، أنا أعاني من آلام شديدة ولكن تحملها سهل على قلبي، أنا أعاني من هذا المرض العضال الذي سلبني الحركة ولكن تحمله سهل علي، الذي تحمله صعب علي هو أنني خلال هذه الأشهر ما توفقت إلى زيارتك، هذا الذي يحز في نفسي، هذا الذي أتألم منه. سيدي أنا الآن 3 أشهر 4 أشهر أكثر أقل حرمت من الدخول إلى ذلك الحرم الشريف، وكان صادقا فيما يقول، والإمام الرضا يعلم من الصادق، كان هذا الذي يؤلمه. هو يتكلم مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مرة صارت له حالة شبه المكاشفة أو المكاشفة، رأى نفسه في بستان مليء بالزهور، ورأى شخصا عرف أنه هو الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأخذ ذلك الشخص، يعني من عرف أنه هو الإمام، أخذ وردة أو باقة من الورود وأعطاها له، أخذ الوردة أو الباقة من الورود واختفى المنظر خلال ثواني لعله، رأى نفسه في المستشفى على السرير ولكن الورد في يده. التفت، أحس أنه لا يعاني من أي ألم، لا يعاني من أي مشكلة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد لعله أشهر
نزل من السرير صار يمشي شخصية مرموقة محترمة. الأطباء رأوا هذا ما كان يتمكن أن يتحرك، اجتمعوا حوله، الآن تسقط، ماذا فعلت كذا؟ قال لا خلاص أنا أخذت شفائي وعلى مسؤوليتي أخرج من المستشفى، وخرج من المستشفى. من ذلك اليوم هو إنسان عالم متعبد زاهد، أخذ شيئا من أجره في الدنيا والأجر العظم في القيامة. صار من ذلك اليوم كفه الأيمن علاجا ودواء للآلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان يضع كفه على موضع الألم لأي شخص، خلال ثانية خلال ثانية خلال ثواني الألم يختفي، علاج للآلام. هذا كله ليس شاهدي، شاهدي أين؟ شاهدي في هذه النقطة. بعد فترة أحس بأن هذا الأثر لكفه أحيانا يضعف، أحيانا يجعل يده على موضع الألم ثانية ثانيتين الألم يختفي، أحيانا لا يلزم أن يجعل يده على موضع الألم دقيقة دقيقتين حتى يختفي الألم. دقق في حياته، ما الذي يحدث في حياته؟ لماذا هذه الحالة؟ بعد فترة من التدقيق عرف أنه الأيام الأوقات التي يقترب بطريقة أو أخرى إلى الناس فسق أثر كفه يضعف، يصافح فاسقا مشهورا بفسقه، يعمل أعمال سيئة جدا، أثر كفه يضعف. هذه القضية أو غيرها من القضايا، هذا المعنى قطعاً صحيح، تأثير الإنسان على الآخرين، الفاسق يؤثر على الآخرين كما أن الصالح يؤثر على الآخرين. مصافحة الفاسق تؤثر أثراً سلبياً، مصافحة المؤمن تؤثر أثراً إيجابياً. الإنسان فيه هذه الأشياء التي قالتها الرواية الشريفة، والبشر كثير منها بعد لم يكشفها، البشر المادي كثير من الأمور لا يعرفها أصلا. الإنسان الصالح أعماله الصالحة لها إشعاعات، إن أردنا أن نعبر تعبيرا، هذا التعبير لعله تعبير ضيق، له لأعمال الإنسان إشعاعات، أعمال سيئة لها إشعاعات تتجاوز جسم الإنسان ونفس الإنسان وروح الإنسان تنتقل إلى الآخرين. كما أن للأعمال السيئة هكذا آثار، كذلك للأعمال الصالحة آثار إيجابية، إشعاعات حسنة. أختم كلامي بحديث شريف قصير، والأحاديث في هذا المجال تعرفونها سمعتموها كثيرة جدا ولله الحمد. أقرأ لكم حديثا واحدا، هذا الحديث رواه العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، نقله العلامة المجلسي في البحار المجلد 22 صفحة 45 عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سيأتي زمان على أمتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن، ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن، ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان. هذه أعمال سيئة، حالات سيئة. فإذا كان كذلك آثار أعمالنا، فإذا كان كذلك سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحمة له، تحفة يعني بعد هذا السلطان، لا علم لا حلم لا رحمة. هذا النموذج، هذا النموذج نراه، نعم نراه في بعض البلاد، وهذا الأثر نراه في بعض البلاد، نعم نراه في بعض البلاد. أعمالنا تؤثر، نعم تؤثر، تؤثر آثارا كبيرة، أحيانا تؤثر على بلد كامل، تؤثر على مجتمع كامل، تؤثر على فئة كاملة. أرجع أقول تلك الكلمة حتى نكون دقيقين في أعمالنا.
أي عمل صغير وكبير القضية محسوبة عدل. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله ببركات أهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بأفضال رسول الله بأفضال أهل البيت، بكرم رسول الله بكرم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم بحقهم ارزقنا اتباعهم في الدنيا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، ارزقنا خدمتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أعطه في نفسه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.